مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الشأن الهام، نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية في الكويت. وما في شك بأن القضية الأبرز في الكويت هي القضية الإسكانية، نتابع آخر تطوراتها أولا بأول على تلفزيون الوطن. نرحب بضيوفي داخل الاستوديو، بداية الأستاذ باتل المطيري، عضو حملة ناظر بيت. حياك الله أستاذ باتل، شكرا لتلبية هذه الدعوة. الله يحييك، الله يسلمك، مشكورين على الاستضافة. كما تشرف ايضا باستضافه الاستاذ جاسم الشطي، عضو حمله ناظر بيت. حياك الله اخ جاسم، الله يحييك، مشكور على الاستضافه. ابدي معاك استاذ باتل، يعني احنا عرفنا حمله ناظر بيت من كم سنه الحين تقريبا، شو الفرق بين ناظر بيت قبل سنتين ثلاث وبين ناظر بيت اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا مشكورين على الاستضافه، وانت شخص يعني عاصرت الحمله من اولها. نعم. الى الان سابقا ما كان في خطة إسكانية واضحة للأزمة الإسكانية. بعد الاعتصامات وبعد الندوات اللي قمناها تمت تلبية المطالب وقرروا 12,000 وحدة سكنية. حاليا انتقلنا من مرحلة المطالبة إلى مرحلة المتابعة، وهذا ما نقوم فيه الحين، من تقارير شهرية وربع سنوية ومن زيارتنا لأعضاء مجلس الأمة والوزير، دائما مستمر وياهم بلقاءات واتصالات. يعني أنتم كنتوا مطالب، الحين صرتوا مراقب. مراقب، نعم. طيب أستاذ، شنو نتائج هذه المراقبة؟ يعني شنو تشوف أنت الآن من خلال مراقبتك لأداء الحكومة؟ شنو تقيمهم؟ يعني احنا نقيمهم من ناحية الأرقام، نشوف اللي يقولونه يسوونه. مثلا السنه اللي فاتت كانوا واعدين انه يسلمون 12,000 وحده سكنيه. انزين. او بالضبط 12,753، وزعوا 12,030، يعني تقريبا فوق 90% من وعدهم نفذوا. اي، فاحنا يعني عبر تقاريرنا نراقب ادائهم ونشوف يعني شلون ماشيين عدل مو ماشيين عدل. حلو. وزين، هذه التقارير تفضلها حق منه؟ التقارير هذه أول شيء ننشرها بالتواصل الاجتماعي، وننشرها بالتواصل طبعاً الإعلام، وهم من المتخذين القرار بالبلد يشوفون أن في ناس قاعدة تراقبهم، وفي ناس يعني راح تشوف أي تأخير راح تتحرك. يعني منو يعطيكم المعلومات هذه؟ المعلومات هذه احنا في تواصل مع كل جهات الحكومة. يعني الرئيسيه شو اسمه، ويتجاوبون معكم، يعني يعطونكم المعلومات اللي تبونها. الحمد لله في تجاوب من الناحيه. نعم، حلو ممتاز. طيب اخبات اللي انت يعني كثر الكلام انه والله حمله ناظر بيت من ساحه الاراده، من المطالبات، من الى اخره، لين قاموا يعني في مكاتب الوزراء دواوين يجونهم شخصيات حكوميه وغيره من هذا الكلام، هذه مدحه ولا مدمه؟ لا بالعكس، هذه مدحه ان الحمله تحركت، تحققت اهدافها. بعد المطالبه وتحقيق الهدف، شنو المطلوب مني؟ هل اني استمر بالمطالبه؟ مو انا اتحقق هدفي. هذه ثقافه مجتمع ومترسخه علينا من زمان، ما دام انت بديت باعتصامات ومعارضه لازم انك تستمر بالاعتصامات والمعارضه حتى لو تحققت الهدف. وهذا اكبر غلط. وهذه الناحيه يعني احنا ودنا نرسخها في المجتمع الكويتي. تحققت اهدافنا، لازم الحين نوقف نتابع اداء المؤسسه. الى الان ادائهم جيد، ماشيين بالوعود اللي قاعد يقولونها، والسنه الماليه اللي طافت 2014 تمت وعودهم بتوزيع 12,000 واكثر من 12,000، والحمد لله. يعني ما يحتاج ان نروح نطالب الا اذا كان في تاخير او تقصير من المؤسسه. نرجع ثاني مره للاعتصامات والندوات والتحرك الميداني. واضح. شغلكم بس مع المؤسسه جاسم؟ لا اكيد، يكون تواصلنا مو بس مع المؤسسه، مع الوزارات الباجيه. تدري انت بالكويت كل شيء متعلق، يعني كل وزاره لها دور معين بالمشاريع الاسكانيه. انت لما تبني مشروع اسكاني تحتاج اكثر الوزارات، ومنها الرئيسيه الاسكان والكهرباء. طيب يعني في بعض من ينتقد حمله ناظر بيت يقول انها يعني مطالباتكم مبتوره، بمعنى الحكومه صح وزعت 12,000 وحده سكنيه
بس انا يعني لو اروح ابي استلم الارض القاها ارض شول، يعني ما منها فايده، وعلى ما استفيد منها كارض يبي لي 5 إذا مو 10 سنوات على ما انا اسكن في بيتي، فانت ما سويت شيء. يعني فعليا فعليا انت نظريا صح وزعت 12,000 لكن انا كمواطن ما حسيت بفرق. شو ترد؟ اولا ممكن اغلب الناس ما تدري ان المؤسسه في سنه تقريبا 2014 ما كان عندها ولا مخطط. تخيل مؤسسه دوله حكومه ما عندها مخطط للقضيه الاسكانيه. مخطط واحد او مخططين للاسف، قرب عبد الله مبارك وتوسعه الوفره. لو توزعت المنطقتين هذولي ما راح يكون في اي مخطط ثاني. ما في نظره مستقبليه، ما في خطه مستقبليه. هذا ما حصل الحين. قرب عبد الله مبارك انتهى تخطيطها السطحي في شهر 5 اللي طاف. مخطط البنيه التحتيه انتهى في شهر 11/2014. وانت عارف بعد مخطط البنيه التحتيه يتم طرح المناقصه، والمناقصه والدوره المستنديه هذه قصه ثانيه. تحتاج تقريبا 6 شهور. وبعد هذا يتم المشروع. شلون انا اوزع لك ب 2014 وانا عندي مخطط بس؟ وتبي توزيع فعلي. هذا غير منطقي. انا ممكن اسلمك الارض الحين واقول لك انت صاحب القرار، ارض بيتك مثلا، انت صاحب القرار، عندك الفلوس ولك الحريه بالتصرف. اعطيك اياها اليوم واقول لك بعد اسبوع ابي دورين وثلاث، ابي دورين وسرداب مثلا. هل انك تقدر؟ هل هذا واقعي؟ هل هذا منطقي؟ هذا غير منطقي. لازم نتعامل مع القضيه الاسكانيه بمنطق، ونعرف شنو المشاكل وشنو اللي قاعد نواجهه، ولازم نكون شفافين في القضيه الاسكانيه. وهذا الحمد لله هذا اللي حاصل الحين القضيه الاسكانيه. والمفرح ان كل قضيه، كل ندوه او تصريح يطلعون العالم يقول ما قال شيء جديد، وهذا شيء طيب انه ما قال شيء جديد، لان القضيه الاسكانيه حاليا قضيه شفافه، العالم كلها تعرف شنو المرحله ووين واصلين المؤسسه. والحمد لله هذا شيء جيد يعني احنا نشوف. واضح. طيب جاسم، هذا اللي استلم بيته من ضمن ال 12,000 اللي توزعوا. طيب. اعتبرني واحد من اللي استلموا ارض من ضمن ال 12,000. متى راح اسكن ببيتي؟ هو شوف، السنه اللي فاتت، السنه الماليه اللي فاتت من ال 12,000 تقريبا 4,000 استلموا فعلي، يعني سواء شقه ولا بيت. والباقي استلموا على مخطط. زين. اللي على مخطط هذا متى اللي يستلم على مخطط يتجزأ جزئين، في الجزء اللي اوريدي قاعد يبنون يسوون البنيه التحتيه لهم، ومنطقه واحده اللي ظاله للحين بمرحله المناقصه اللي هي غرب عبد الله مبارك. الحين انطرحت المناقصه وبيوقعون البنيه التحتيه مالتها ان شاء الله، يعني يقال انه شهر 7 كذي تقريبا. فيعني اكثرهم ياب البنيه التحتيه اوريدي، البنيه التحتيه شغاله او مرحله طرح وبيتوقع. زين، هذه من التوقع الى 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 الاستلام ايش كثر ياخذ وقت تقريبا؟ هو اكثر شيء انه هو يعني 2 سنين تقريبا البنيه التحتيه تاخذ. والتاخير عاده ما يكون بمرحله البنيه التحتيه، بالامور الثانيه يعني الخدمات العامه وهذا يكون التاخير فيها. هذا يبين يعني بتوقيع العقد يكون في مده. مثلا 2 سنين او 2.5 سنين او 3 سنوات، يعني الافرج بين 2 والـ3. والتخطيط نفسه اذا تخطيط، مرحله تخطيط بين 1 والـ2 كذي. ممتاز. واضح جدا. انا راح استكمل معاكم هذا الحديث لكن راح اخذ فاصل قصير. أعود لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير وضيوفي داخل الاستوديو من حملة ناظر بيت اخباتل. كان في بعض الشكاوى اللي من المواطنين بأن البيوت اللي استلموها ال 4,000 اللي يقول عنهم أخوك جاسم كانت مستواها يعني سيء جدا، والبعض يعني يلوم حملة ناظر بيت أنها هي اللي خلت الحكومة تستعجل وسلمتنا بيوت تعبانة. شنو تعليقك عليهم؟ لا بالعكس، يعني احنا ما ندري إذا استعجلوا لامونا، وإذا ما استعجلوا هم لامونا. احنا أول شيء ما لنا شغل بالمؤسسة ولا نتبع المؤسسة. ثاني شيء، في حاليا تجمع لأهالي جابر الأحمد، هم متابعين الموضوع هذا. والمؤسسة قامت بتوزيع أرقام الصيانة
أي واحد عنده شكوى بالبيت يتصل عليهم ويجون يصلحونه في كفالة على ما أعتقد في سنتين، وهذا مبين في الجدول أنه يكون مدة الكفالة الأعمال الميكانيكية مدة سنتين، وبرنامج الصيانة مدة سنة، وهذا على طلب أهالي جابر الأحمد. جانا في ديوانية ناطر بيت شهر 2 وكان الوزير ضيفنا وقالوا له حنا نبي نستلم البيوت من غير كهرباء وحنا نتحمل المسؤولية. ليش قالوا له كذي؟ عشان يبون مثلا يأثث البيت، ياخذ مقاسات البيت، يرتب شغله على ما تجي الكهرباء، لأنه وعدوهم شهر 6 أن توصل الكهرباء. فهذا بناء على طلبهم. هم اللي قالوا سلمونا، هم اللي قالوا سلمونا وحنا نتحمل المسؤولية. هذا لا يعني إعفاء المؤسسة بعدم الرقابة على البيوت، تسليم المواطنين البيوت كاملة والتشطيب جيد. نعم. حاليا أهالي جابر متابعين هذا الموضوع مع الوزير. نعم. ومع مؤسسات الدولة. نعم. أنا أتشرف الآن باستضافة الخبير البيئي الدكتور حمد المطر. حياك الله يا دكتور، وشكرا لتلبية هذه الدعوة. موضوعنا عن الأزمة الإسكانية، والآن دخلنا في محور منطقة المطلع واللي يعني راح تشيل فوق 30,000 وحدة سكنية. صرح فيها وزير الإسكان ياسر أبل، ويعني بمؤتمر صحفي يبشر فيه الكويتيين بهذا يعني الإعلان، وبعدها دكتور حمد المطر يصرح بالحذر ويحذر المؤسسة العامة لرعاية سكنية بأنها يجب أن يعني تكثف دراساتها على المنطقة هذه لتتأكد بنسبة كافية بأن الأرض صالحة للسكن ولا يوجد هناك مشاكل بيئية. كلمنا أكثر وبتفاصيل أكثر دكتور عن هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكور أخوي عبد الوهاب والساعة المباركة. أيوة. تذكر أخوي عبد الوهاب لما تكلمنا عن مستوى السمك والمشاكل؟ أيوة. على طول الحكومة رفعت قضية والحمد لله. أنا مبارك لك مبارك لك يعني. أيوة. البراءة، وإن شاء الله ما يكون برنامج الشأن الهام هو بوابة القضايا حق حمد المطر. ما يصح إلا صحيح. هم ما راحوا بعد، هم شياطين ما راحوا قاضوني على موضوع حضوري بالوطن على تغريدات عشان يشيلونكم، بس يلا ما عليه. لكن أبشر الناس الحمد لله طلعنا براءة، نحن قاعد نتكلم أمام الحقائق. المشهد يعيد نفسه. وأنا أعتقد أنا لا يمكن أن أكون يوما ما ضد المواطن في حصوله للسكن. أنا أب وتزوجت قبل الغزو بشهرين ونطرت بيت وطلع لي بيت في 2004، فأنا عايش المشكلة. أنا منكم، لكن أنا يهمني أمركم ويهمني صحتكم. أنا أذكر الأخوة المشاهدين والأخوات لما طلعوا قالوا مياه الكويت مسرطنة، ترى أنا تصدت للحملة وقلت مو صحيح، مياه الكويت سليمة. إذا إحنا مو على بمعارضة نتكلم دائما ضد الحكومة، الصح صح والخطأ خطأ. المطلع وللأسف الشديد شهدت معارك وكانت مسرحا كبيرا لاستخدام اليورانيوم المنضب في تحرير الكويت. أنا أذكر قصة بدان قلت لي بالتفاصيل. جانا واحد وأنا كنت أدرس دكتوراه في بريطانيا، وكان واحد من أهل جهرة وعينه منتفخة ورم. قالوا له هذا الورم شيء مو طبيعي، قول لنا ايش صار. قال والله أنا يوم من الأيام تركت في هذا الشارع وهذا المكان. نعم راح عليه 20-25 سنة ربع قرن، لكن هذه معلومة علمية أن اليورانيوم يقعد آلاف السنين وجوده إذا كان موجود، سواء كان على شكل قطع يورانيوم أو كان على شكل غبار. هذا الغبار وين موجود؟ هل موجود بالأرض ولا لا؟ وبالتالي أنا أقول، أنا ما شكك، أنا أقول من حق 30,000 مواطن أو 30,000 بيت، يعني 30,000 عائلة، يعني كل الكويت، إذا كانت هي مسرحا لليورانيوم، وبالتالي من حق الشعب الكويتي، وأنا هنا أطالب الشعب الكويتي، إحنا فالسين وشاهين إيدنا من الحكومة أصلا، أنا أقول الشعب الكويتي والحملة، إذا من الأخوان من حملة ناطر بيت أو أي واحد مسؤول في البلد، لا يمكن أن أي مواطن يستلم بيت إلا يشوف تقرير. أنا مو قاعد أشكك، أنا أقول عطونا تقرير حديث من شركات دولية عالمية مختصة التي تدرس المنطقة دراسة مردود بيئي نقطة. هذا اللي أطالبه. هل هذا مستحيل؟
يا أخي والله ما تكلف الدراسة، والله ما تكلف أكثر من مليون ولا مليونين دولار، ويمكن أقل. مليون دولار أمام أنت تتكلم على يمكن على 30,000 بيت، وفي مسرح كان عمليات ومشكلة تلوث إشعاعي نووي، استخدم إشعاعي كيميائي نووي استخدمته القوات الأمريكية في دحر الغزوان العراقي الغاشم. طيب نطمن المواطنين يا جماعة، احنا لما نتكلم الآن حمد المطر يتكلم، ما يتكلم كمعارضة، لا، أتكلم كمواطن، أتكلم كأستاذ جامعة، أتكلم كمتخصص. تدعون شركة مختصة بكل شفافية تأخذ التقرير وبكل شفافية تعلنه في مؤتمر صحفي بالكويت عن طريق الحكومة. وأنا هنا أتوجه لإخواننا في حملة ناطر بيت إنهم يتبنونها باسمهم، ولا وإذا يبون أي خدمة أنا حاضر، ما يبوني في أحسن، في كويتيين أحسن مني بكثير يستعينون منهم ويبون لهم شركة عالمية، وهم كحملة يتحملون الدفاع عن هذا المطلب، وهي كحكومة هي من تدفع التكاليف. ونطمن الشعب الكويتي نقول يا جماعة المطلع عامنا أو المؤمن. أأكد على صحة كلامي أن هل الحكومة تعطي مساكن وهذه المساكن أو الأراضي ملوثة؟ أقول لك نعم. دليلك يا حمد المطر أم الهيمان، لما صادر الدراسة من جامعة الكويت اتضح أن أكبر منطقة فيها تلوث بسبب المصانع والمصافي هي منطقة أم الهيمان، وطنت فيها ألف أكثر من ما أدري كم 1200 ما أدري 1300 أو 3000 وحدة سكنية، وإن كان هذا تلوث كيميائي خطير لكن ذاك تلوث إشعاعي نووي. أنا دقوا علي مئات والله، قلت لهم أنا ما قاعد أقول فيه، أنا قاعد أشكك إن احتمال كبير يكون فيه. طيب طمنوا مواطنين، طمنوا الشعب الكويتي، سووا دراسة. هذا فقط ما أطلبه حرصا مني على أخواني المواطنين اللي راح يقعدون هني، يعني هذا خاص على بيت العمر يعني. وبالتالي هي دعوة مني، أتمنى حملة ناطر بيت وهم يتبنونها، وأتمنى الحكومة تستجيب وشيله والله المعارض حمد المطر، شيله هالإمج الخطأ، خل نشوف مصلحة بلد ومصلحة شعب ومستقبل أسر. نعم دكتور، بس بعد إذنك أنا الإخوان في حملة ناطر بيت موجودين معاي بالاستديو، خل نسمع نعم. تعليقهم على كلامك، تفضل باكر. وبعد أول شيء يعطي العافية الدكتور، وما حد يشكك في حب المواطن وخوف عليه، وأنا أشكره يعني إنه قال إن ما عنده مثلا دليل إن المنطقة فيها يورانيوم، وهذا على دليل على مصداقيته، إن في ناس واجد تساءل وكأنها تملك الدليل. في تقرير للطاقة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن المطلع ما فيها يورانيوم، هذا واحد. هذا طلع في سنة 2002. 2008 معهد الأبحاث سوى مسح للمناطق الكويت كلها، وأثبت إن أنا أتكلم عن المطلع خصوصا، أثبت إن المطلع ما فيها يورانيوم. ثاني شيء، أي استلام يستلم المؤسسة لازم يكون معاه مردود بيئي، وهذا ما حرص عليه المهندس ناصر خريبط مدير التخطيط، وقال عندي أنا جميع الدراسات اللي تثبت إن المطلع ما فيها يورانيوم. وأي واحد حتى يعني في حسابه بتويتر، أي واحد يبي يطلع على هذه التقارير يزوره في مكتبه، راح يطلع على جميع التقارير اللي عنده بخصوص المطلع. نعم دكتور، في تعقب. لا ديرت أخوي يعني إحنا معذرة، أنا عندي مصادر من داخل المؤسسات الحكومية، ليس ما كان عندي مصادر في موضوع تلوث مياه البحر اللي من داخل جسم الوزارة الصحة أعطوني التقارير. أنا عندي حديث من ناس مسؤولين يشككون في الموضوع. ليش؟ أخوك كان رئيس اللجنة البيئية في مجلس فبراير 2012. نعم. وتحدثنا عن هذا الموضوع، وأنا في تغريداتي حتى في مرافعتي المحكمة أثرت هذا الموضوع، أن احنا كنا نبي نشوف التلوث في أم القواطي، وأم القواطي على فكرة امتداد يعني شمال الكويت. التقارير اللي كانت عندنا، التقارير والمعلومات من الجيش ان في يورانيوم بالكويت، وهذا من ترى الشعب الكويتي بالنهايه تدري يعني، اجتماع مجلس وزراء الساعه 12:30 كل التفاصيل عندنا، في معلومات خطيره وصلت لي من قاده بالجيش يشككون في ام في في ام المنطقه شمال الكويت تحديدا المطلع وام القواطي والمطلع تحديدا، لان هذا محور حديثنا. انا اقول لك اخو شيء، انا التقرير اللي طلعت عليه وعندي نسخه منه اصلا من فبراير 2012، هذا التقرير اخي انا ما اشوفه تقرير علمي ميداني مسلي. لا، انت يا حمله ناطر بيت، انت وحين لكم خدتوا حقيقه مبادره حلوه،
انتم الان تميزتوا كانكم صرتوا جمعيه نفع عام. يا اخي لا تصدق الحكومه ارجوك، لا تصدق ولا تصدق المجلس، صدق تقارير تجيك الان خلصها لصحه المواطنين. انت ايش خسران؟ ترى اي اذا بيوزعون هم ما حفروا وما حفروا وما حفروا حفره فيه، وبالتالي الموضوع مطول. انا ادعوك اخوي في حمله ناطر بي وحمله والشباب اللي معك انكم تروحون للحكومه، يا حكومه طمني الشعب الكويتي مليون دولار، والله العظيم انا مستعد اني اسوي حمله معاكم من الشعب الكويتي ان كل اسره تدفع دينار، ومستعدين نجمع مليون دولار اللي هي 300,000 دينار بس عشان نتاكد من صحه هذا الموضوع. انا عندي معلومات غير رسميه لكن معلومات من داخل قوات الجيش، معلومات من ناس مسؤولين في البيئه، المنطقه مو زينه. المسح اللي صار هذا انا اشكك فيه مال هيئه الدوله الطاقه، يمكن شافوا، لان اخوي في انواع. انا اقول لك شلون، انت ممكن تحط مجسات في شمال وجنوب وشرق وغرب الكويت تقيس لك الهواء. هذا انا مو قاعد اقول هواء، انتبه، انا مو قاعد اقول تلوث عن طريق الهواء، انا قاعد اقول تلوث التربه. وانا عندي معلومات، عندي معلومات دقيقه. التقرير ماخذين عينات من المطلع وما اخذوا عن طريق الهواء. هذا تقرير الطاقه ويثبت كلامك ان ام القواطي فيها نسبه يورانيوم. يعني اكيد هذا اكيد اللي يقول ام القواطي ملوثه، وعلى فكره هذا اذا صدقناه في ام القواطي في يورانيوم، المفترض ان نصدقه لما يقول المطلع ما فيها يورانيوم. طيعني يا اخوي، انا عندي معلومات من الجيش بخطوره هذه الاماكن. ما اقدر افصح عن اسماء، انت ما فصحت عن اسماء وطلعت براءه في الموضوع. انا اقول لك انتم ايش خسرانين يا حكومه؟ طمنينا مره اخرى، يبي افضل شركه عالميه تقيس التربه، انت تجيب الشركه تقول تحط مربع، تقول هذا المربع بسوي فيه مشروع. هل راح نصدق الحكومه دكتور؟ انا اقول عن طريقكم انتم تكونون شركاء في هذه اللجنه، تستعينون في يا اخي عندنا، والله عندنا كفاءات يا اخي، استعين في جامعه الكويت، جامعه الكويت معهد الابعاث، سووا لي لجنه مشتركه، يبوا شركه دوليه، وانتم ناطر بيت كحمله، انتم توعون الناس والحكومه تدفع المصاريف واحنا نشرف عليها. انا مستعد اكون جزء من هذا المشروع بشكل مجاني، خدمه للكويت. شيلوني، انا ادري اسمي ينرفز بعض الناس، شيلني، في احسن مني عشرات، اخذوهم من جامعه الكويت، قعدوا حطوا لكم لجنه مشتركه، ويبوا انتم شركه دوليه، والله ما تكلف يمكن 100,000 دينار او اقل او اكثر ما ادري، وطمن الناس، لان عندنا معلومات مو زينه. كانت يوما ما مسرح، واذا كان في غبار خليهم يمسحونها مسحا عميقا. انت تدري الى الان في عندنا 90 مليون متر مكعب ملوث بالهذا الكربونز ولا لا؟ تدري ولا لا؟ سوت الحكومه وين هذا؟ بالكويت بشكل عام يعني دكتور؟ ولا يومنا ما سوينا شيء. واضح. فانا ادعوك اخوي، نعم. ادعوك، انت هذه تزيد من مصداقيتك انك تسوي دراسه حديثه وتنادي شركه تقول له هذا مربع على الخريطه، هني انا بسوي منطقه سكنيه، شيكي لي على التربه، شيكي لي على وهوائها، لان في منطقتين مو زينين بالكويت، ام الايمان حتى منطقه صباح احمد البريه صوبها مدافن وكل على كيلو صباح احمد البريه دكتور ملوثه؟ اي مو زينه صوبها، كل المكبات اللي هناك روحوا على حفره يا جماعه، سووا تقرير ارجوكم اخواني بالوطن، سووا تقرير روحوا شوفوا المكبات اللي هناك سائله. يعني غلط انه يكون في بيوت للمواطنين في هذه المنطقه؟ لا هذا صح، بس شيل المكبات، يعني خلها مكانها، ما تقدر، الناس فقدت، خلها مكانها، شيل المكبات اللي موجوده هناك. جماعه الناس السرطانات زادت بالكويت، انا ما اتكلم كلام عاطفي، كل يوم قاعد يموت واحد بالسرطان، بالله شنو هذا؟ يعني هذا تاليف؟ سرطان معناته عندنا تلوث كبير، وهذا كلام دقيق. انا ما ادري انتم ايش خسرانين، حمله ناطر بي ايش خسرانين؟ يجيبوا لجنه مشتركه، يجيبوا مستشار عالمي وشركه عالميه، ووجودكم وقول هذا منطقه المطلع، اطلع مؤتمر صحفي، يا جماعه كلام، جزاه الله خير الدكتور حمد المطر، حذرنا بس الحمد لله طلع شكوكه والمعلومات اللي عنده مو دقيقه، اول من راح يشيد فيكم انا بطمئن على شعبي. مو انا شنو خوفي اخوي عبد الوهاب؟ نعم. لما المشروعات السياحيه تدز حق وزاره الصحه تقولها تعالي شوفي انا بحري في مشاكل، قاعد اشوف لونه، قاعد اشوف ريحته، قاعد اشوف بلاوي، الصحه تسوي عينات مياه ويتضح انه ملوث بيولوجيا وكيميائيا،
اطلع انا اتكلم يودوني مباحث جنائيه نيابه قضاء، والحمد لله اخذت براءه. زين انتم ايش سويتوا يا وزاره الصحه؟ مشروعات سياحيه ايش سويتوا امام مرتادينك بالالاف اللي قاعد يستخدمون الشواطئ عندك؟ فالحكومه اذا كان عندها تقرير مزين تخش يا ريال. انت عندك خبر انه كان في نفوخ سمك من 10 ايام وبالليل يا ابو البلديه، انا اقول لك المكان مقابل وزاره النفط، نفوق غير طبيعي، ويا ابو البلديه بكياس تكرمون الزباله وشالوهم وكرفوهم وخبوهم ما يبون احد يدري. وصدفه مر دكتور من جامعه الكويت صديق زميل في قسم الكيمياء، راح عند البلديه قال رجاء هذا مو شغلنا، انت ماك شغل، ويا قال لي المعلومه. انا اعتقد ان اكبر مشروع سكني راح يكلف المليارات، ها اذا في شكوك ولو 10% وانا اشوفه اكثر، خلنا نطمن الشعب الكويتي حرصا وحبا لمستقبل جيل. هناك راح تكون يعني منطقه يا جماعه 30,000 وحده سكنيه تتكلم على يعني كم قاطنينها بيكونون معدل 5، واضح تتكلم على نص الكويت هناك، واضح خسرانين احنا. واضح جدا الخبير البيئي واستاذ الكيمياء في جامعه الكويت الدكتور حمد المطر، كل شكر لك على هذه المداخله. واضحه وجهه نظر الدكتور بان والله احنا شاكين، روحي بدراسه غير حكوميه وانتم يا ناطر بيه تشرفوا عليها وما راح تكلف شيء، يعني 200-300 ألف دينار كويتي هينه مقابل 30,000 عائله راح تسكن في هذه المنطقه. اخ جاسم تبي تعلق على هالموضوع ولا؟ والله اخ باتل عنده يعني اطلاع اكثر على موضوع البيئه. لا في 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 تبي تعلق عليه؟ ان شاء الله احنا اول شيء نشكر الدكتور، احنا ان شاء الله راح نقعد مع المهندس ناصر خريبط وناخذ جميع التقارير عنده وننشرها. حلو. ثاني شيء 200,000 احنا منين لنا 200,000؟ يعني اذا بناخذ الحكومه هي اللي راح تدفع المبلغ اذا طلبنا في هذا الشيء. هو يقول قال خلي الحكومه تدفع بس انت اللي تشرف. احنا مو خبيرين، يعني مثلا لو هذا ياخذ يستلم الخط الاخضر مثلا هو خبير في البيئه، هو ادرى بالامور هذه، ولكن احنا اللي واضح عندنا ان جميع التقارير تقول ان المطلع، وخصوصا ان تقرير الطاقه ان في خط الضربه اللي هو بين الجهره وخط المطلع، هذا كانت هني كان الفحص، فالمفترض لو في يورانيوم يكون بالمنطقه هذه اكثر نسبه. هم اخذوا من على طريق الشارع على ما اعتقد 2 كيلو على اليمين 2 كيلو على اليسار. نعم. وكانت العينات نسبتها جدا طبيعيه، وحنا حريصين على نفسنا وعلى المواطنين في هذا الامر. وان شاء الله اذا كان في اي تقرير جديد راح ننشره باذن الله. على خير ان شاء الله. راح استكمل معاكم مشاهدينا الكرام هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. أعود لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، مع أن أخ جاسم جزاه الله خير مع برزنتيشن خاص في بعض المشاريع المدن الإسكانية، إذا يشوفون الإخوان مشاهدين موجود الآن على الهواء. المنطقة الأولى مشروع جنوب سعد عبد الله، شنو عندك فيها جاسم؟ السلايد هذا يعطي المعلومات المهمة عن المنطقة نفسها اللي هي جنوب سعد عبد الله. طبعا جنوب سعد عبد الله خذت تقريبا بس 27 يوم عشان تحصل كل الموافقات، لانه كان في تعاون بسرعه قياسيه. اي بسرعه قياسيه، تعاون يعني زين وايد. 27 يوم خذوا موافقات منطقه كامله؟ اي زين. فاحنا نطمح ان هالسرعه هذه والتعاون يستمر. اي يستمر. كم وحده سكنيه؟ بين ال 30 وال 40 الف. ما شاء الله. اي في هالمنطقه كثير من العوائق، انزين، فعشان كذي نحتاج احنا التعاون بين الوزارات على اساس انه يخلصون من هالعوائق. نعم. الحين المعلومات اللي مبينه بالسلايد اللي توه في منها توقعات. يعني مثلا متوقعين احنا ان تاريخ فتح باب التخصيص يكون ب 2017. حلو. اما التسليم الفعلي متوقعين انه يكون نهايه 2019. حلو. اوكي. نتكلم عن العوائق. من اكبر العوائق بالمنطقه هي الاطارات اللي موجوده عندنا بالكويت، اكبر مقبره اطارات بالعالم كله، يمكن فيها 12 مليون
تاير موجود بالمنطقة هذه، فيحتاجون إنه يعني يلقون لهم حل حق يا إنه مثلاً ينقلونها يا إنه مثلاً يبيعونها. إنزين، وعندك حيازات زراعية لبعض الشركات نحتاج ننقلها، خصصوا أماكن بديلة لها، بس الشركات تحتاج كهرباء للمكان البديل قبل لا تنقل. أوكي، وعندك أبار ماي. الحين أبار الماي اقترحت المؤسسة حق وزارة الكهرباء أن يسوون مثلا حدائق حوالينهم، بس في مثل ما تقول وزارة الكهرباء مو متعاونة بهالموضوع هذا، يعني ما مشت ويا الاقتراحات. نتمنى يعني تتعاون ويا اقتراحات الإسكان، لأن إذا ما وافقت على الأبار هذه راح يتم تقليص مساحة المنطقة. هي في أبار رئيسية وفي أبار فرعية. المقترح اللي حاطين المؤسسة أن الأبار الرئيسية يتم تحويطها، والأبار الفرعية يحطون مثلا عليها حديقة، وهنا يحلون المشكلة أفضل من ما يقلصون مساحة جنوب سعد. واضح. بعد شنو عندك؟ نقطة مهمة عن جنوب سعد العبد الله، إذا ما وقعوا إذا ما وقعوا عقد التخطيط هالسنة ما في توزيعات ب 2017. أوكي، ضروري انه يوقعون جنوب سعد هالسنه، ضروري جدا. واذا ما وقعوها ماكو بيوت، ما في توزيعات 2017 عشان يكمل، انه كل سنه 12 قصدك لازم يكمل. اي اي، فبدون سعد ما تقدر توزع. أي. 12. حلو. اللي بعده هو يقدر يوزع 12 عن طريق الخيرام مثلا. ايه، ولكن احنا نبي جنوب سعد لان هي الافضل للناس وراقبين فيها اكثر. كم نبيها؟ لان صار مثل بنص الكويت. اي يعني، واكبر دليل قرب عبد الله مبارك كان عليها اقبال يعني من الناس. اي، هذا السلايد هو يعني هي اهداف الحمله. زين، اللي حطيناها على نفسنا حق 2015. اي، حق 2015 و2016 السنه الماليه. نعم. منها اقرار جدول زمني للتوزيعات حق المطلع، وهذا الحمد لله يعني خلاص الجدول ببلشت. شلون على المطلع؟ وين الحين مطلع؟ وين وصلتوا فيها؟ الحين مرحلة نهاية التخطيط. زين، يعني شهر 8 إن شاء الله المخطط يكون جاهز. والحين بنفس الوقت قاعد الناس قاعدة تخصص ل 2001 الأولوية مفتوحة حق الناس. يعني ل 2001 ممكن يطلع لبيت في المطلع؟ يعني هو فاتحين التخصيص وإن شاء الله يطلع له. إيه. حلو. هو الطلبات ل 2000 نص 2005 تقريبا نفس العدد مال قسائم المنطقه، يعني عشان الواحد يقارن يشوف ممكن انه يحوشه ما يحوشه. نعم. انزين، اهداف، نرجع حق الاهداف. اهدافنا الثانيه اللي هي متابعه ازاله عوائق مدينه جنوب سعد، وتوقيع عقد التخطيط مال جنوب سعد، وادراج تعديل قانون الكهرباء ضمن اعمال مجلس الامه باسرع وقت ممكن. هذا الحمد لله القانون مال الكهرباء تعدل، يعطي الحين القانون مرونة أكثر حق وزارة الكهرباء عشان تنفذ محطاتها وتوفر الكهرباء اللي تحتاجها المشاريع الجاية. ومنها بعد أهدافنا تسهيل الدورة المستندية وإقرار قانون اتحاد الملاك. واضح. هذا تركيزنا. واضح جدا. طيب برجع حق باتل عندي أنا قبل لا أختم معاكم بعض الأسئلة السريعة. في طلع خبر في الصحف قبل فترة أن في بيانات مفقودة، وفي ناس مثل خسرت طلباتها لأن ما حدثت بياناتها. صحيح. يعني في ناس مثلا صار لها متزوجة الحين 15 سنة، ما يعني آخر مرة راح المؤسسة قبل 15 سنة، فيعني هل المطلوب مني أنا كل سنتين ثلاثة أراجع المؤسسة أحدث بياناتي، ولا شنو قصتهم هذول؟ لا، هذا صار في سنة تقريبا 2004 يوم كان الوزير حميدي موجود، طلب جميع المتقدمين أنهم يجون يحدثون بياناتهم عشان يشوفون هل في اذا ما حد جاء يوقفون عنه بدل الاجار. كانت هذه الفكره انه يختارون المناطق ويشوفون رغبه الناس بالمناطق. حاليا اي واحد مو محدث بياناته، الحين كلهم محدثين بياناتهم. بس اللي صار انه من طلبات 85 الى سنه 90 هذول يلقوهم شالوهم من الجدول. لان من 85 للحين طلعت مناطق كثيره وما اخذ فيها. هو القانون اللي يسمح له في بدل الأجار أن أي واحد تمر عليه البدائل السكنية اللي هي بيت وشقة وقسيمة وما يأخذ فيها ينقطع عنه بدل الأجار. يعني هم ما عجبتهم المناطق. أوكي، مو عجبوا وين بتأخذ؟ يا
يعني انت مو محتاج سكن من 85 لحد الحين ايه؟ ما عجبتك ولا منطقه وين تبي؟ ايه وهذا كم واحد شويه هذول؟ 10 15 واحد يمكن؟ لا لا في اكثر تقريبا ليس سنه 90 زين بس انا مثلا ما لي علاقه ما عندي مشكله لا لا انت ما عندك مشكله اي واحد جديد ما عنده مشكله ماشي طيب السنوات احنا الحين وصلنا اي سنه يعني على اساس الناس تعرف اللي كل واحد يحط حسبته يعني يعني الحين اللي استلموا هالسنه اللي هم مسجلين باي سنه؟ اللي استلموا هالسنه مسجلين في 2014 في الوفره لا غير الوفره عارفين احنا موضوع الوفره لا اتكلم يعني بالتدرج الطبيعي في اخر سنه في 2002 في صباح ايه وفي شهر 5 98 في غرب عبد الله المبارك وفي 97 في بيوت جابر وشمال الصليبي اوكي زين دشينا بال 2000 الحين شوي شوي ايه الزين حاليا ان سنه 85 وسنه 2005 كلهم ياخذون بنفس المنطقه وهذا فكره المدن الجديده المدن الكبيره انه ما يكون في تميز بين السنه القديمه والسنه الجديده يعني هني شلون بس ما فهمتها اللي مقدم 85 واللي مقدم 2005 بنفس المنطقه شلون نفس المنطقه المطلع تقدر تغطيها يعني الطلبات اللي موجوده الحين لانها كبيره حيل كبيره 30,000 يعني انت تقارنها بمثلا منطقه القريد ومبارك الكبير هذول كلهم على بعضهم 11,000 هذه عندك 30,000 3 تايمز ذا سايز ثلاث مرات اكبر ممتاز عملاقه يعني زين اخر سؤال اللي باع بيته هذا شنو موضوعه؟ اللي باع بيته هو اللي اخذ من بنك الائتمان قرض وشرى فيه بيت وبعدين صارت له عنده ضائقه ماليه وباع بيته وما قدر يشتري ورد سدد القرض الاسكاني او عنده ارض ونزل عليها قرض البناء وباع البيت ورد قرض البناء الى بنك الائتمان الحين حاليا مجلس الامه وافق لهم في قانون المؤسسه ملتزمه في 3 سنوات توفر لهم سكن اما يكون بيت او شقه وحاليا التسجيل يعني شغال في لحد الاطاف اول يوم واضح رساله اخيره اخذها منك جاسم قبل لا اختم اذا حاب توجه لك رساله احنا نتمنى من الجهات الحكوميه تتعاون مع بعضها عشان المواطن يستفيد وياخذ سكنه وتقل فتره الانتظار لاقصر مده انت شكل الكهرباء مزعلتك شوي الكهرباء لازم يعني هو في تعاون افضل من قبل منو احسن مؤسسه ومنو اسوء مؤسسه ها والله كلهم يبي لهم مراقبه يعني مراقبه لا من جد والله نفسها. يعني خل يعني انتم يعني خلينا نعزز الشفافيه الحكوميه شنو اسوء مؤسسه او وزاره تتعاطى مع الازمه الاسكانيه هل هي وزاره الكهرباء والله ولا البلديه والله كل واحد له عيوبه وكل واحد له ايجابياته يعني احنا اللي قاعد نشوف الحين اكثر وزارتين يعني متعاونين مع بعض من هذول يمكن السكنيه والكهرباء بس لازم تدخل فيها البلديه اكثر لازم تدخل فيها شو اسمه الشؤون على اساس عماله مو عماله في عندك امور وايد التجاره لازم تدش واضح الأخ جاسم شطي عضو حملة ناطر بيت والأخ باتل المطيري عضو حملة ناطر بيت كل الشكر لكم على تلبية دعوة برنامج الهام مشاهدينا الكرام انتهت حلقة اليوم نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي تصبحون على خير يعطيكم العافية